مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية موزمبيق في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن الجانب الموزمبيقي السيد مانويل خوسيه غونسالفيتش وزير الشؤون الخارجية والتعاون اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال الصحة الحيوانية عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن الجانب الموزمبيقي السيد مانويل خوسيه غونسالفيتش وزير الشؤون الخارجية والتعاون اتفاق تعاون بين حكومه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه وحكومه جمهوريه موزمبيق في مجال الطاقه عن الجانب الجزائري السيد محمد عرقاب وزير الطاقه والمناجم عن الجانب الموزمبيقي السيد كارلوس خواكيم زكرياس وزير الموارد المنجميه والطاقه اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن الجانب الموزمبيقي السيد باشكوال روندا وزير الداخلية بيان مشترك بمناسبه زياره الصداقه والعمل لفخامه رئيس جمهوريه موزمبيق السيد فيليب جازينتو نيوسي الى الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه عن الجزائر يوقع السيد احمد عطاف وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج عن الجانب الموزمبيقي يوقع السيد باشكو روندا وزير الداخليه